يذكر لي أحد مشائخي عن أحد كبار تجار الرياض، السند متصل، يقول: ذهبت في رمضان لأوزع زكاتي، وهو من أكبر تجار المملكة، توفي رحمه الله رحمة واسعة. يقول: أذن الظهر وأنا في الطريق، وقفت عند إحدى المحطات وكنت متعب فنمت في المصلى. يقول: فرأيت في المنام: يا عبدي فلان، اتجه إلى المنطقة الفلانية، فإن بها عبد لي منذ 3 أيام ما يفطر إلا على الماء، فأعطه ما يكفيه سنة. يقول: فقمت مفزوع من الرؤية، ثم غيرت الاتجاه. يقول: وصلت البلد أذان العصر، اتجهت للمسجد في هذه القرية. يقول: انتظرت، بدأ الجماعة يتوافدون على المسجد، وإذا بهذا الرجل الذي رأيته في الرؤيا. يقول: والله رأيت بصورته يصلي بنا إماما. يقول: لما صلى وانتهى أخذ الجماعة يخرجون، بقي هو. قال: أنت رجل غريب عن البلد، لا إله إلا الله، الله الغنى غنى القلب. قال: أنت رجل غريب عن البلد، تفطر معي اليوم رمضان؟ يقول: قلت تم. جلس تقرأ قرآن في المسجد، قبل المغرب بقليل جاء وذهبت معه. يقول: تبيني فيما بعد أنه إمام بدون راتب. يقول: لما دخلت البيت، يقول: والله ما رأيت شيء يرد البصر، ما في فرش، أطفاله ما عندهم إلا اللي يستر سوآتهم. يقول: لما أذن المؤذن أحضر لي الماء وقال: تفضل. يقول: فعينت في استغراب. قال: يا أخي، والله إني من 3 أيام لا أفطر إلا عنا، ولو عندي غيره لأتيتك به. فتأثر هذا التاجر وأخذ يبكي، ثم قال له: أنا مرسل لك من الله. الله أكبر. يا أخوان، ما ذهب يترجى مخلوق ضعيف مثله، عرف الله فعرفه الله، فأرسل له من يعرض عليه داخل بيته وهو في عزه وكرامه وستر، لأن من يعرفه الله يعرفه الله، ومن يعظم الله يعظمه الله، ومن يرجو الله ينال رضوان الله. الله أكبر. لكن انظر واسمع وتأمل القلب المليء بما عند الله والزهد عن جناح البعوضة. قال: أنا التاجر فلان، وقد أمرني